بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في خدمة دروس. درسنا لهذا اليوم بعنوان اللقطة. سنتعلم في هذا اليوم بإذن الله تعالى على تعريف اللقطة، وسنعرف حكم الالتقاط، وسنعرف أنواع المال الملتقط وحكم كل نوع، وسنتعرف على أحكام اللقطة، وسنعرف حكم لقطة الحرم. تعريف اللقطة: لغة، الشيء الملتقط مأخوذة من اللقط، وهو الأخذ والرفع. أما تعريفها اصطلاحا فهي مال فقده صاحبه ووجده غيره. أما حكم الالتقاط فمن وجد مالا ليس له فلا يخلو من ثلاث حالات: أولا، أن يجد من نفسه الأمانة إذا أخذ اللقطة والقدرة على تعريفها، فإنه يستحب له التقاطها لإيصالها لصاحبها. ثانيا، أن يعلم من نفسه عدم القدرة على تحمل الأمانة وتعريفها فيحرم عليه أخذها. ثالثا، إذا كان هذا المال في مكان مخوف، كأن يكون في مكان يكثر فيه اللصوص، أو في مكان لا يتورع أهله من أخذ المال وعدم إرجاعه لصاحبه، أو كانت دابة في أرض مهلكة، فإنه يجب عليه أخذ هذا المال إذا استطاع، لأنه من حفظ المال الذي أمرنا به. أنواع المال الملتقط وحكم كل نوع. النوع الأول: المال الذي يعلم أن صاحبه تركه رغبة عنه، كما يفعل بعض الناس لرمي بعض الأثاث القديم أو بعض الأغراض البرية بعد الاستغناء عنها. حكم هذا النوع: يجوز أخذه ولا يجب تعريفه، لأن أصحابه تركوه رغبة عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها، فأخذها وأحياها فهي له. النوع الثاني: المال الذي لا تتبعه همة أوساط الناس، كالأقلام الرخيصة والهللات والريال ونحوه. حكم هذا النوع: يجوز أخذه ولا يجب تعريفه، لقوله صلى الله عليه وسلم في التمرة التي وجدها ساقطة: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. النوع الثالث: المال الذي لم يتركه صاحبه وتتبعه همة أوساط الناس، فهذا له صورتان. الصورة الأولى: الحيوان الذي يمتنع من صغار السباع لقوة تحمله كالإبل، أو لطيرانه كالحمام. حكم هذه الصورة: لا يجوز التقاطه. سئل صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. والمقصود بربها هنا أي مالكها، ومن التقط شيئا من ذلك فإنه لا يملكه ويضمنه إذا تلف. الصورة الثانية غير ما سبق، مثل المئة ريال والحقائب والساعات والذهب بأنواعه والحيوانات الصغيرة التي لا تمتنع من صغار الضباع مثل الغنم. حكم هذه الصورة: يجوز التقاطه ويجب تعريفه سنة كاملة، فإن لم يأتي صاحبها فللملتقط أن يتصرف فيها كما يتصرف في ملكه، فإن جاء صاحبها بعد ذلك فإنه يردها له إن كانت موجودة، أو بدلا عنها إن لم تكن موجودة. سئل صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم فقال: هي لك، أو لأخيك، أو للذئب. من أحكام اللقطة: أولا، الملتقط أمين، فلو تلف المال عنده من غير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن المال التالف. ثانيا، أجرة التعريف على صاحب المال، لأن الملتقط محسن، لكن لو لم يأتي صاحب المال فإن المال يكون للملتقط
وأجرة التعريف عليه. ثالثا، لا يجوز إنشاد الضالة في المسجد، ولا يجوز التعريف بها في المساجد، لأن المساجد لم تبنى لذلك، لكن يجوز على أبواب المساجد كأن تعلق الأوراق على الأبواب. رابعا، من وجد مالا غير مرغوب عنه كقلم أحد زملائك بالصف، أو محفظة فيها بطاقة شخص فتتصل عليه وتعطيه ماله ولا تدخل في اللقطة. أما حكم لقطة الحرم، المراد بالحرم هنا مكة، وقد خصه الله بخصائص كثيرة وفضله على بقاع كثيرة، فمن ذلك لا يجوز أخذ لقطته إلا لمن أراد حفظها وتعريفها ولا يملكها أبدا، فإن وجد صاحبها وإلا سلمها للجهات المسؤولة. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. الأفضل لمن وجد لقطة الحرم إن كان لا يخشى على اللقطة فالأفضل تركها، وإن خشي عليها فإنه يأخذها ويعرفها، فإن استطاع أن يصل إلى صاحبها أعطاها له، وإلا يسلمها للجهات المسؤولة عن الأموال الضائعة، لأن من فقد مالا بالحرم سيتجه إلى هذه الجهة المسؤولة. ختاما عزيزي الطالب، هذا ملخص لما تعلمناه في هذا الدرس. عرفنا فيه تعريف اللقطة لغة وشرعا، وعرفنا حكم الالتقاط، وعرفنا أحكام الملتقط، وعرفنا حكم لقطة الحرم، وعرفنا أنواع المال الملتقط. مع تمنياتي لكم بدوام التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.